تنميه مستدامه. هدفها ان انا اوصل ل 7.5-8% تنميه اقتصاديه. ومرتبطه بقطاعات اعمال صغيره وتصنيع زراعي، لازم مخي كدوله تحدد انا ايه القطاعات اللي انا عايز اجذب الناس فيها. انت لو انت بتقول النهارده مثلا في التعليم، مثلا انت عايز تبني جامعات جديده وعايز تبني مدارس جديده، شيل الاعباء الضرائبيه من عليهم وحط لهم سقف للمكسب 20% مثلا. يعني انا بقول افكار جايز تكون مش عاجبه حد، لكن ما تحطش اعباء انت عارف انها هترجع على المواطن. ما انت كل حاجه بتزودها عليا انها هترجع على المواطن. زي مثلا في التحدي السكاني، انا هقول لك فكره انا قلتها كده من خارج الصندوق. انت بتزيد 2.5%، يعني في 10 سنين هتزيد 25 مليون. مصر ايام الثوره كانت 18 مليون، ثوره 52. يعني انت بتزيد ومعدلات اكبر بكتير جدا من عقود سابقه. عظيم. حد حساب لي 25 مليون دولت محتاجين كم فصل دراسي، كم سرير، قد ايه توسع في البنيه التحتيه، واكل وشرب وغيره وغيره وغيره. كويس. انا بقول لك، انا احسب 25 مليون دولت، كل فصل اقسمهم على 40 تطلع كم فصل دراسي، اضربهم في 600,000 تعرف تكلفتك. لو انت مكان صانع القرار هتعمل ايه في حاجه زي كده يا دكتور؟ انا هقول حاجه خارج الصندوق. انا لازم اعمل تحفيز. يعني كل الطرق اللي احنا استخدمناها في التحدي السكاني كانت طرق ما جابتش نتيجه. والطرق العقابيه مش هتجيب نتيجه في مصر. خصوصا انك انت تقدرش تحرم حد مثلا من التعليم عشان ده الطفل التالت. انت عندك اوريدي اميه. انا عايز احفز. بمعنى؟ انا هقول كل اسره، جايز اقول كلام كده يعني، نقول كل اسره تصل الست فيها سن 45 سنه وما عندهاش غير طفلين، تعالي اقبضي 2 مليون جنيه. 2 مليون هتقول لي وتجيب الفلوس دي منين؟ طب وكنت هتجيب الفلوس التانية منين؟ اللي هتبني بيها المدارس وهتجيب، احسب دي واحسب دي. هتلاقي ان انا لو اديت تحفيز مادي للاسر اللي بتخلف واحد او اتنين اقل 4-5 مرات من قيمة الانفاق اللي كنت هتعمله عشان تستوعب الناس دي. انا بقول فكرة خارج الصندوق. بس عايز حسابات اكتوارية طبعا. دكتور انت بتقول ان الدكتاتوريه في الحكم لها فوائد. ايوه. والديمقراطيه في الحكم لها مضار. مظبوط. ايه الكلام ده؟ ال 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 البلاد اللي عملت تنميات يعني شديده